ننسى لنهار قلب مجروح وأمل محتار حلم بحلم وعتم بعتم وأفكار انحرت تبع برزة ايه ما انه موجود هاي بيت المزرعة هذا الظاهر اكيد مانو مرجو السلام عليكم عليكم السلام ابي خليك معي شوي نعم انا عم دبر الموضوع ابو منذر هو مو بده شقة بالضواحي بدال بيته الامور عم تزبط وباسعار ما بيحلم فيها بحياته شو ما جاوبتي طول بالك لا ما رح طول بالي هاي الرزقة ما رح خليها تروح من ايدي لو شو ما كان أنا بقدر ساوي للبيت وقف وأنت بتعرف إنه بيطلع بإيدي ولك شبك حسان شبك عم نحكي طول بالك شوي شبك حبيت ما حبيت بس أنت بتردد يا حسان أنت بالذات سكوت إلك تاخد حصتك على الساكت وبس أبي لك كلياتنا عم نشتغل على قلب واحد ليش حابب تفرطعنا الله وكيلك الله وكيلك اعدم شبابي إذا كنت عم بكذب عليك أبو منذر مستعجل أكتر ما نكون متصورين لك الرجال في موال براسه وإذا ما غناه معنا رح يغني مع غيرنا هلأ أنا ما بعرف شو الموال اللي براس عمك أبو منذر ولا بدي أعرفه بس شو دخل هذا بسعر البيت؟ بالعربي الفصيح الرجال لاحق مرأه وعم يجدد شبابه إيه وإذا يعني يصطفع الحر هو إن شاء الله بكب مصرياته بالطريق شو بدك فيه أنت؟ إيه من لمهن نحن أحسن ما يلمهن غيرنا شو أبي؟ شو قلت؟ نحكي مع الرجال يجي يدفع لعبوه؟ لا إله إلا الله سينا خذيلي عشاء حاضر لك شو وينك اليوم؟ مو على اساس متفقين نطلع سوا؟ متفقين؟ انا وياك بحياتنا لا اتفقنا ولا اختلفنا على شيء لك شلون ما اتفقنا؟ مو اتفقنا نطلع نشوف اليوم البيوت بالضواحي؟
ايه وانا شو خصني؟ شو خصني؟ لك شقة ما بدك تشوفها؟ ايه بس انا ما بدي شقة، انا بدي حصتي كاش. شو يعني؟ يعني انا ما بدي اسكن معكم بنفس الضاحية. يعني انت حقك، بس نحن كمان ما لازم نزعل لابوك، يعني لازم نرضيه. هلا هو حاببنا الزلمه انه نضل نحن قراب من بعض، خلينا قراب من بعض. انا ما بدي اكون قريب من حدا. لك نوراس شو بك لك نوراس؟ والله ما عم بقدر افهم عليك اليوم. ما في شيء، انت عم تسالني وانا عم جاوبك. شوف شو في. خير شو في؟ ما بعرف، استخت شوي. بسيطة بسيطة، ديري بالك بعد. شوي شوي لا تفيق لي البنت، العين وقحة فايت لي عم نخدع. زيح رجعي لمطرحك. يلا ده شو هالحركات؟ حتى تتعلم تحكي الدغري. نحن مو حكينا بهالموضوع هذا وخلصنا؟ شو هالولدنة هي؟ بالله شو؟ شو هالولدنة؟ مين اللي عم يتولدن؟ بس انت مالك سائل عن شي، ماشي وطاحش. ايه قومي قومي، لا تعمليها قصة ولا تتعودي على العادة، ما بجوز. سريرك مطرحك، شو هالحكي؟ كنت قول لحالك هالشي ولا مفكرني هبلة نايمة على اذني؟ طب مشان الله قومي، إذا مضطرين أنا بطلع من الغرفة وبنام هون. حل عني، حل عني بقوله، روح اعمل اللي بدك إياه، روح وين ما بدك، أنا عم بسألك شي. لا إله إلا الله، لا ما عم تسألي بنوب، بالعكس. تركني بدي نام. أمرك، تفضلي نامي تقبريني. حول ولا قوة إلا بالله، يا ربي أنا شو قلت يا الله. ادعي ادعي، بلكي الله بيريحني من هالعيشة، عم تدعي علي ما؟ ماشي يا جميل، ماشي. الله يخليك، اليوم ما معي وقت بلاها. بس أنا مشتاق لك، مشتاق لك. وأنا كمان مشتاقت لك، بس والله ما معي وقت، خلينا هيك مشوار بالسيارة. ليه ما بتعرفي؟ بلكي طلع لنا حدا بيعرفنا. اقعد ورا. معقولة انتي؟ طيب شو بدي اعمل؟ طب قديش معك وقت؟ ان شاء الله على قد الشو. يا ريت. شو اللي يا ريت؟ يا ريت الوقت على قد الشو ولا الشو على قد الوقت؟ لك شبكي شبكي. ما بعرف. خلاص خلينا نروح على الحارة، نشرب لنا كاستين قهوة، نحكي لنا كلمتين زمان، أحسن ما لنا عم نفتل بالشوارع. والله لا عرفان سوق ولا عرفان اطلع فيكي. إن شاء الله بلا. شبك؟ بس بقى بس بس. شو صابك؟ ندمانة؟ قلي لي ندمانة؟ ما بعرف. بابا انا حاسس بحالي مثل مرعب، يعني لو العيب والحياة كنت انا. كفي ليس كتب. لا انا قلت اللي عندي، بس بدي ردك. متفائل؟ انا قلت كل شيء موجود قلبي، انا عشقك. حقك تضحكي. شو بدي اقولك؟ انا محروم، ما قصدي يعني عشان ما تفهميني غلط، انا محروم لاي حدا حب. مستكتر على حالك انك تحب؟ انا عم بحكي عن اللي جواتي، جواتي اللي عم بخجل، اللي طالعه ومستحي فيه. اللي انت عم تستحي فيه
أنا عم بفرحنا. هلا شو قلتي؟ فكرت بالموضوع؟ فكرت وشاورت وعم أقول إيه موافقة، بس أنا إلي شروط. نحن مو ولاد 20، يعني كل واحد فينا إله معارفه وإله ناسه، يعني أنا على ما أنا وإنت على ما أنت. ما فهمت شلون أنا على ما أنا وإنت على ما أنت؟ يعني أنا ماني بنت 18 لحتى تقولبها على إيدك، وإنت مانك ابن 19 لحتى نبدأ حياتنا من الصفر ونعمرها سوا. وسألك أنت عم تقولي ليش مستكتر على حالك الحب؟ ليش شو دخل الحب بالعمر؟ طبعا دخل. عقل ابن 30 مو طلع عقل ابن 60. اها هون حطنا الجمال. انت بتحبني على عيني وراسي وانا مبسوطة كتير فيك، بس هذا بضل حكي. الحب صار حكي. اللي بقصده انا الفعل. ما قلت لك رح نتزوج. واذا رح نتجوز بضل انا الي شروط، وأولا إنك تسجل لي بيت باسمي. تاني شغلة، أنا متعاطفة كتير مع مرتك بمصيبتها، بس أنا مالي علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد. هاي حقك. آخر شغلة بقى، هاي أنا لكني قدامك، هاي لبسي وهاي حياتي، ومارق علي أشكال ألوان يا ريان. ما عم بفهم. قصدي الحب بدون ثقة، يعني أنا طول عمري موظفة وعايشة بين الناس. ليش أنت ما رح تتركي الوظيفة؟ نجرب مع بعض، وإذا شفت في ضرورة بتركها. شو الضرورة اللي ممكن تخليكي تتركي الوظيفة؟ إني أحس بالأمان. بقى شو قلت؟ كل اللي حكيتيه معك حق فيه، في وجهة نظر. بس مشكلة البيت ما بعرف ردة فعل أولادي عليه. يظهر إنه أنت لازم تفكر، وهذا حقك. فكر على 100 مهلك. أنا ما معي مصاري، ما عندي غير هالبيت بدي بيعه، يعني ما في شيء بين إيدينا لحتى نقرر. عظيم، بس يصير في شيء بالإيد ونقرر. سهيلة أنا شو رأيك نمشي؟ أنا تأخرت على البيت. شو بكي ما بفكر صفناني؟ تلقات له شيء قتيل. ما في شيء. كيف يعني ما في شيء؟ شو بتسمي لي هذا الصفن لك؟ نامي نامي. تصبحي على خير. أنت بخير. شو بابا؟ ما في شيء، بس مو جايين ينام. قومي اعملي لك كاسة بابونة. شو؟ مامتي ما بحبها. أنا راحتك. الو ولا ابو سينا؟ رفيقتك انا ولا مو رفيقتك؟ خير صباح. شو صاير؟ صاير شيء؟ الصاير انك مقاطعتيني. بقى شو القصه؟ والله ما في شيء، يعني انت بتعرفي الوضع ذاته. ايه قومي قومي قومي، تعي عم ساوي القهوه، ما بدي ولا حجه. يلا لا تتاخري. باي باي. امي معلش يروح لعند صباح شوي، حرام حطت الدولة على النار. معلش امي معلش. يا
شو وينك غطى؟ وين بدي يكون يعني بالبيت؟ خلاص عجب لك موبايل؟ لا ما بدي، الله يوفقك ما بدي. شو بك، شو صار لك يا بنت الحلال؟ خايفة. من شو؟ ما بعرف، خايفة. فاضي اليوم؟ لا ما بقدر، وحتى لأمي إنه شغلت فنجان قهوة ورجع. ماشي، أصبح بكرة. لا ما بعرف، ضروري شوفك بكرة، رح أستناكي مثل العادة. لا لا مو أكيد. بكرة يعني بكرة أنت مرتي ولا زكريك؟ بدك تجي مثل الله ما خلق. ربي من بين الرفقات. ايه فوتي فوتي. شبكي مرضانة؟ لا ماني مرضانة، شوية تعب بصراحة. الله يحمل معك. دقيقة بس لشوف الصغيرة، صبي القهوة انتي. صباح الخير ابو زايد. يا ميت اهلين وبنزير. طبعا بدك اياها ناعمه مثل العاده. نعمه الفطا. ايوه قصدك البشره. والله شوف فيها زيوان وفيها بقع. الحلي؟ طبعا الحلي. تفضلي على الكرسي. قال لك يا ميت اهلين وسهلين. يا ميت اهلا وسهلا. طلع كريم الصنفره هذا مثل السحر، مع كريم مطري بوج وج. شو رايك نساوي؟ ساوي يلي بدك اياه. على عيني وراسي. بتعرف شو رأيك اصبغ لك شعراتك؟ لا لا الله يخليك، والله بخجل قدام الناس. ليش الخجل؟ اي والله لساعتك شب، والله ما اكون بدالك من 10 سنين لتجوزت. الله يجبر بخاطرك، انت ساوي لي هي تبع البقع والفشاشي وكتر الله خيرك. تكرم عينك، اي والله طالعك من هون عريس. يلا عمي طولي بالك. إذا طالع على البيت بوصلك. لا عمي، تقوم طلقتنا مرتك وتنحسب علي. يا طولي بالك يا مخلوقة، الكبر عبر. بالنسبة إلي ما عبر شيء، أنت اللي ختيرت. والله بيطلع لك يا سهيلة، ما شاء الله لساتك صبية. اسأل الله أيام زمان. روح عمي، روح لعند مرتك، شفناك فوق وشفناك تحت. طيب سلام. باي. أهلين. شو صدفة ولا ناطر؟ والله ناطر. لا ما بك شيء. أنا حابب شوفك. يعني في شيء ولا هيك مرق الطريق؟ لا يعني إذا بتحبي نروح هيك نشرب لنا فنجان قهوة أو نقعد بجنينة بالسلام. والله بصراحة أنا تعبانة، بدي أروح أتغدى ونام. خليها لغير مرة، نتحاكى ونطلع. نتحاكى؟ إيه. شو ما بتحب تسمع صوتي؟ لا على راسي. يلا باي. باي. باي سمحت عن هاجري. اي نعم عيب تحكي هذا الحكي، عيب وستين عيب. هلا دايت عينك لأنه بدي ربح لي قرشين؟ ولك ما حدا بيربح قرشين، كله للمكتب، إلنا كلياتنا،
وانا اللي بقرر. كثير منيح فهموا هذا الحكي لابنا. لك انت لازم تفهم وتستوعب انه هذا الزلمه جارنا وبحياته ما قصر معنا وبالاخر مأمن فينا. ولك حبيبي هي تجاره، حلال زلال مو حرام. ما حدا جاب سيره الحلال والحرام اخي، خذوا منه نسبه نظاميه، خذوا اللي بدكم اياه، بس المهم ما تعملوا معه هي الحركه. وانا هيك رايي. بس يا ابي الشغله فيها 3 ملايين. 3 ملايين؟ 3 ملايين غير العموله؟ ايه اصلا مو مناسب ناخذ منه عموله. ليش ابي؟ هذا حقنا. شو عم تحكي انت؟ لك بزمتك حسان، انت فينك تعمل هي الحركه مع واحد من تجار السوق؟ ليك والتاني؟ ولك حبيبي هي رزقه واجتنا. لا وانت الصادق، خروف ضعيف. سميها شو ما بدك، بس مو مشان حلوه ما حلوه روح على حالي 3 ملايين. لك بس هذا ضرب وسخ، بالمستقبل بجوز تعملوا فيني او بابوك. لك خرس ولا لك انت خرس. لك انت واحد وقح. ولك خرس ولا ولك خرس انت وياه اللي عم بعيونكم عملتوا لي اياه موضوع. ولك خلي الرجال يقرر وبعدين نحن مندبر امره. ولك شبك انت وياه شبك هون. ايه بس ما انتوا ربطتوا له راسه للزلمه وخلصتوا من نصها كلها. مو بدك تطمن عليه؟ خلاص انا رح بقول لك خرس بقى، خلصنا من هذا الموضوع. يا الشوم لوين وصلنا يا عيب الشوم. بس في على حاجه خرس. حاضر خلينا نشوف وضعنا بقى. تعال هون شوف لها وين رحت. تعال هون. تعال امر روح لعند هذا السوداني اللي عم يعمل شهر العسل، شوفه بده يسافر ولا بده يمدد. روح لشوف شم هوا. روح. شو ابي هذا تامر شو عم يعمل هون بالمكتب؟ مشان الله خليه مع طلابه ومدرسته. مشان الله عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا مرت عمي. أهلين يوسف. هون عبلة؟ إيه هون تفضل. يلا بقى يا بنت الحلال استهدي بالله ورجعي على البيت وربي ولادك بقى وخلينا نكفي على الحياة على خير. أنو حياة هاي اللي بدنا نكفيها على خير؟ ليش هاي اللي عايشينها بتسميها حياة؟ طيب أنا شو بيطلع بإيدي؟ شو بيطلع بإيدي؟ بعدين تعالى أقلك، لما جيت أنا طلبتك من أهلك قلت لهم انا دكتور شي، بعدين الحال من بعضه دخيلك. يعني الحال من بعضه. اها يعني اذا الحال من بعضه تضل انا على حطة ايدك. ليش انا تجوزت؟ مو مشان يصير وضعي احسن؟ لك يا مرة لا تسمعي كلام الناس. بعدين مو كلمة قال لك كلمة تحطيها براسك بدك تقلديها. بعدين ليك اللي قال لك هي امي. امي هي ما بقدر كبها بنوم. ما حدا عم يقول لك تكب امك. بعدين امك ما انا مشكلتي. لكن شو مشكلتك؟ مشكلتي طبعك، طبعك الشرس. هلا انا شرس؟ انا شرس؟ بعدين الف مره فهمتك. لا تردي بوشي يا اختي، انت بتحبي تستفزيني دائما. انا بستفزه؟ انا بستفزك معنا دائما. هلا لشو هالحكي؟ لشو هالحكي؟ لك رؤي مشان الله، انا بدي اقول لك يعني خلينا نتفاهم ونتسهر على بيتنا بقى. بالله شو؟ ليك عيني دخول الحمام مش زي خروجه. ها بعدين تعال هون، انت صار لك شهرين لا قلت ولا سألت ولا حكيت. هالمرة شو ناقصة؟ شو لازمة؟ شو بدك يا بنت الحلال؟ انت حملتي حالك ومشيتي وحرقتي. شو الشغلة تكسير راس؟ انت ما عندك غير تكسير راس؟ لك مو قصدي تكسير راس. تكسير راس يعني انا شلون بدي اقول لك انه الشغلة بدها شوية عقل. عقل؟ عقل؟ ما انا فيني عقل كل الناس شو شايفني؟ لا على عيني والله والنعم، بس يعني اللي عم بقوله انه ما تضلي بنفس المشكلة عم تدوري فيها. لك يا بنت الحلال شوي عليكي وشوي علي، يعني الدنيا بتمشي شو بكي؟ بعدين تعالي اقول لك، يعني انت مو كل شيء بتساويه هو صح. لا انت اللي بكل شيء صح. لك هلا نحن جايين نتفاهم ولا جايين نختلف؟ ما بعرف، انت اللي اجيت. لك هلا اذا ما اجينا بنكون مقصرين، واذا اجينا بدك تتحكمي فيني. طيب انا شو ساوي هلا؟ شو اعمل؟ كنت قول لحالك قبل ما تحردني. لك شو شايفتيني؟ ما عندي هم غيرك؟ ولك محدود حيري بالدنيا انا. ولك يا بنت الحلال بدل ما تكوني معي واقفه انت والدنيا ضدي. ولك حرام عليكي. ليش شو اللي صاير عليك؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. هلا شفتيني جاي مشان صالحك، قاعده بدك تمزمزي فيني ما هيك؟ شفت؟ شفت؟ هذا انت. ايه انا هيك، انا هيك. ايه لك شوف انا بشو غلطت معك؟ شو قلت لك كلمه زعجتك؟ هيك دغري بيطلع خلاك وبتصير شرس. لا تقولي شرس، فما لا تقولي شرس. بعدين انت شو فهمك بالشراسه دخيلك؟ والله هذا اللي كان ناقص. شوف لسه ليك يا عيني، أنا جيت لعندك براسي
بس انت عم تلفي وتدوري بشغله مو مشكلتنا، ما لنا علاقه فيها. اي طبعا، ما انا حماره وما بفهم. لا محشومي، ما حدا قال هيك. لكن شو قصدك؟ ليك لقلك انا بهالثانية هلا يعني بهالدكه هاي مو طالع خلالي، ولا متضايق ولا مزعوج ولا ني شرس. ومثل ما عم قلك انت اذا مو اخذي وقتك خدي وقتك، روحي بيتي استخاره اذا بدك، والبيت بتعرفيه، انا وولادك عم نستناكي والمفتاح معك، فكري وساوي اللي بيعجبك. أساساً هذا أنت ما بصير إلا اللي بكيفك. أنا ما عاد بدي اسمع اسم عبلة بهالبيت نهائياً بالمرة. بسلام قولاً من رب الرحيم. هلا أنت رحت لترجعها ولا رحت لتزعلها؟ لك ما عم تعقل يا أمي، ما عم تهدى، ما بعرف شو بدها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هات الله يكبر عقلها ويستر عليها. شو يعني الله يستر عليها؟ نقبر انت ولا امروا عاديك الوضع. يلا بدي اكل، جوعان. اكل تيت اكل. لك يا امي ماني عارفان شو صاير لك، يعني قالوا اذا بتجيب اولاد بتكنه بتركز، يا ابنها رح يصير اطول منا، شو بكي؟ صايره مثل الكتاب المقلوع على خرزاته، كل صفحه بديره مفروطه فرط فرطه. كلاوي يا عمو، كلاوي رضا الله يبيض قلوبك يا رضا. انا ضيع النابت قلبي يا عمو، انا ضيع النابت يا عمو. مساء الخير، شاي ساخن بالنعناع لمين؟ شبك ولا شيء؟ انت مرتي بدي اذكرك بدك تجي مثل الله ما خلق. ما بعرف، خايف خايف. لكن انت عندي شغله كبيره لك وسيمه، ديري لي بالك على حالك، الله يوفقك. خايف اشتقت لك. ندمانه؟ قولي لي ندمانه؟ ما بعرف ما بعرف. كثير كثير مشتاق لك. تسلمي لي حبيبه قلبي. خايف اطلعي لي على هالشعبات شوي. خايف انا محبوس اكثر منك. تجينا أهلين. شو وينك انت؟ وين غاطيك؟ والله دراسة، دراسة وتخرج، ما في غير شيء. لو علي شو مستعجل دخيلك. اوف تمزحي ولا في شيء متغير؟ شو بتكوني عم تدرسيني من جديد؟ في شيء متغير؟ شو اللي متغير؟ اتجاه يعني حتى تامر مدري شلون صاير. والله العظيم ما في شيء ابدا، بس يعني انا حاسة انه الكل راكد على شو ما بعرف. شو على شو؟ شو على شو؟ ما الكل بده يأمن حاله وعلى غب عمله، وتامر ما شاء الله جامعة من الطرفين. بالعكس تامر أكتر واحد مشتت من الطرفين. يعني بتقولي لي إنه تامر عم يلطش مثلنا؟ أكيد لا، على القليل هو حاسس إنه مأمن حاله، ما راح يمشي مشواري أو مشوار غيري من الشباب. بس يمكن هو بحس إنه مشواره أصعب، لأنه المصاري أحياناً بتكلف أكتر من حقه. هلا أكتر أقل، مهم الواحد يدبر رأسه. على قليلة تامر لا عم بيشتغل لا بالتهريب ولا بالرشوة اللي ممكن تكلفه أكتر من حقه. هلأ نحن شو بدنا بتامر؟ الموضوع موضوع تامر، بس الحقيقة اللي بنواجهها كلياتها هي المصاري. هلأ أنت لو أنا مفلس بتقبلي فيني؟ شو هالحكي نوراس؟ لك أنا بحبك. بتحبيني وما معي طعميكي شو؟ علمياً أسبوع بعدين بتموتي من الجوع. رجعنا لقصة المرة مرة والرجال رجال. لك المصاري ما بتجي من الهواء، بدنا نشتغل ونتساعد ونتعب هيك. هيك 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 مثل ما بدك. شو بك؟ ما في شيء، بس حاسه سكر على قلبي.
بحب حس انه المصاري غالية ومهمة كل هالقد. نورس خلينا نمشي. مثل ما بدك. لو سمحت لحساب الله. خلص يا بنت الحلال، شو بعد بدك؟ حكيناها بالعربي الفصيح. أنا موافق على كل شروطك وراح بشتري لك بيت صغير وسجله باسمك. أنا كنت متأكدة إنك رح تعمل هيك شيء، مشان هيك بلشت أسأل عنك. يعني موافقة؟ يا سيدي موافقة، وفيك تاخذ الإجراءات، يعني فيك تطلب رسمي خطبة؟ لا يعني نحن ما كبرنا على الخطبة. أنا فكري يعني نظبط الأمور هيك. مو قصدي خطبة، أنا أساساً ما بحب هيك شغلات. معنا اتكت بكتاب ودخلي فرد مرة. أنت وضعي بتعرفي وضعك عرفته، بس كيف يعني كتب كتاب ودخلي فرد مرة وما عنا بيت؟ مو لازم بالأول نخلص اللي اتفقنا عليه؟ لك لا لا لا، رح بيع البيت، رح بيعه بسرعة. ايه بس اصحى يعني يشوفوك مستعجل كتير وقوموا ياكلوك أوانطة. لك لا، أبو حسان صاحبي وبأمن على هالرقم. خلص اليوم قبل بكره. اوكي، وانا كمان رح زبط الجو هيك مع اخي. شبك؟ ما في شيء فرحان. هلا انت سالت عني شيء؟ تاخر ابوك. تهكر هم ابنهم، هلا بس اجي اخي تامر بعطيك المفاتيح معه. توكل على الله عمي. سلامة. مرحبا عمي حسان. اهلا اهلا ابن زيد، شو وين ابوك؟ راح يعين شقة وراجع خير. ما معه موبايل؟ شايفك مستعجل عليه، شو في؟ وينه؟ صاير مشكلة بالشقة خير، شو في؟ شايف لك شغلتنا كل ما لعمت علي، عمل لك كمل كملي مشان بيتي الله يرضى عليك. مو على راسي، فوت عمي فوت ارتاح. ريح ريح. شوف عمي، البيت إذا ما جاب سعر بتقول بيت أبو حسان نهبوني. لا يا عمي، شو عم تحكي أنت؟ أبوك مثل أخي وأنت مثل أبني، أنا مأمن فيك لك يا عمي. يا الله وكيلك ما عم يجيب أكثر من 10، هذا غير القعدة على البازار. ها يا سيدي اتكلنا على الله، 10 10، بس بدي أكون صافين. ها إن شاء الله إن شاء الله عمي، يعني لنشوف إذا في هيك شيء. لك شو أنا حسان، أول مرة قلتولي بيجيب 12، بعدين قلتولي بيجيب 10، شو أنا شو عم يصير؟ خلاص عمي يا ابن زير، ولو شو أنت غريب عنا، بس الدنيا سوق ونحن حسب السوق من سوق، الجمل بمصرية وما في مصرية، فهمت علي عمي يا ابن زير؟ المهم الزبطولي الموضوع، بس يجي أبوك خليه يتصل فيي. طيب إذا يعني عبقول إذا ها، إذا أجاني زبون راكب على 10، ماشي؟ خلاص مو أحسن سعر 10 10؟ يعني أنت مو بدك تأخذ 3 شقق بداله؟ 4 شقق. 4 شقق صغار وعلى قد مصرياتنا. أنا كنت عم فكر أخذ لك ياهن داكيشي. لا شو داكيشي، ما داكيشي، ما بدنا أرشي أن تشتشعرنا في يوم كمان أنت الثاني. مو على عيني، لك تكرم عيونك، بس المهم أنت موافق على مبدأ 10. لك موافق موافق، بس وينه؟ عين خير عمي، عين خير. هو بينه وبينك عندي زبون، بس ما كتير قاتل حاله. الله يرضى عليك، أنت عمل جهدك وأنا بالبيت قاعد، بس يجي أبوك ونعمل حالنا ونطلع. يلا فرق. لك لا شو تطلع عمي، لبين ما يجي بتكون عتمت الدنيا. بحياتك لا تشوف بيت إلا على ضوء، بيت وسيارة تعلمها هي ولو على كبر. ماشي ماشي، كتر خيرك. أهلا يا عمي أبو منذر، مع السلامة. الله يخلينا إياك ولا يحرمنا منك يا حق. بسم الله بسم الله. شو مانك رايح المطعم اليوم؟
بلا راي. أصبح شبك؟ تعبان، كركب، مالي نفسي بشي. ما على قلبك شر، بس مو تعمل لي إياها قصة أبو زيد، كل الرجال بتتعب. وكل النسوان بيقولوا لرجالهم الله يعطيك العافية، كل النسوان بيقولوا لرجالهم حط لك لقمة تاكلها، كل النسوان بيقولوا لرجالهم سخر لك الحمام. هو علينا، وين كنا وين صرنا؟ دغري بتدور لي اسطوانة مظلوم. ما حدا قال مظلوم. بالله حبيبي، بالله، ليش أنت شو ناقصك؟ بيتك مو نظيف؟ ثيابك مو مثل الفلة؟ آخ، آخ شو كنت متمنيتك تتزوج وحدة غيري ولو شهر واحد لحتى تعرف النسوان شلون؟ قال ما قلنا له الله يعطيك العافية صار بده يخانق. يروح يا والله صاير ما بتنطق. إذا هو بيعظم لسانه وقال إنه بياع بعشرة. لك شو أبو منزير؟ ليش مستعجل؟ ما بدي أفهم. الله وكيلك، لا أقنعته ولا أقنعني. هو إجا لهون على رجلي وقال لي بالحرف الواحد، لا شو قال لي؟ ترجاني وحياة لأختي ترجاني إنه مشي البيع بعشرة. بقى شو قلت؟ وينك؟ عم تجيني فكرة. شو؟ معقولة يكون ولاده عم بيضغطوا عليه؟ بجوز في شيء تاني. شو بده يكون يعني؟ والله انا سمعت لك انه بده يتجوز. اهلين. ولك شلون فاتتني هي؟ ولك هديك اليوم امك كانت عم تحكي لي عن هيك شيء عن خالتك سهيلة. حقه ابي، حقه. ايه حقه حبيبي، شرعا وقانونا حقه، بس ما دخل هاد بهاد، كل شيء لحاله. يعني اذا هو مستعجل مشان الجوازة ولا مشان غير الجوازة، نحن ما لنا حق انه ننصر. مرحبا. أهلين. أهلين، كيفك يا أبي؟ نعمة. فشو أنت أبي؟ أنا ولا أبو منذر؟ والله أنا بشوف أنه نطلع من الموضوع من أساسه، خلينا بحالنا. لك على الأقل يا بني آدم، نحن في إلنا مصلحة نأمن على الرجال، غيرنا رح يدفشوا بطين ويقول ما شفت شيء. حسان قلت لك إياها بالمرة، غيرنا شيء ونحن شيء تاني. بس ما نكون خبطناك معلم. الو، شو العالم؟ شو ابو نديم، ما بدك فراطة؟ اهلين نوراس، شو صمت لنا؟ لحظة شوي، هدول 7000 ليرة. بس الله يا استاذ نوراس، ايام زمان. اللي عم تقلي اصلا ابو نديم، شوف حالك ما شاء الله يخزي العين، من دكانة ابو نديم لميني ماركت الفاروق، مركب كاميرا من جديد. انا قصدي اصلا على ايام كنت صغير لما كنت تجي لعندي تشتري اضامه او مصاصه، اما هلا يغزي العين حولك، الله يرد عنك. كله بيتغير عمي ابو نديم، ان شاء الله بدك اني اشتري مصاصه هلا، الله يعوض عليه. اهلين وسهلين نوراس. والله اهلين نوراس افندي. انت عامل شلونك اليوم؟ مشتاق لك. كيفك انت؟ تمام. تعال طلع نشرب لنا فنجان قهوه. لا دخيل عينك، يا دوب اطلع اكل امي وبعدين اقعد ادرس. هو انا كان بدي اياك بشغله، قصدي يعني بدي احكي معك شغله. خير، شغله شو؟ اخي باختصار اجلي بعت البيت شوي. على شو مستعجلين؟ يعني صار كل واحد لازم ينضب ببيته. ما اختلفنا، بس الاسعار كل ما لها على طلوع، فاستنى شوي. لك يا سيدي، بتبيع برخيص بتشتري برخيص، يعني بالنهايه كله واحد، ونحن صار لازم نستقر. لا لا مو كله واحد. لك احنا ما صدقنا كيف عمك ابو منذر اخذ هالقرار، بقى ما بدنا نعطله. صدقني كل تاخيره وفي خيره. بقى على شو مستعجلين؟ هلا انا السنه ان شاء الله بتخرج وبصير على وشي جواز، واخي منذر بالبيت ما له مسترجي شي بولد، بقى حاجه ما هيك؟ كيفك ريما؟ على كل، خلينا نعمل لنا شيء قاعده مثل ايام زمان. براسي انا جاهز. بدك تضرب شو موجه؟ خميس هذا منيح؟ هذا اذا انت فضيت. لك انت شو بدك مني؟ انا بفضي لك حالي. خلص خميس منيح. تعال لك طلعت قدام. لا 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 خلص، شوف حسينا شو طابخه. يلا سلام. سلام. شو مو بوقتك على غير العاده؟ ما في شيء، مشكله صغيره مع اخوك حسان. فاجأتني ها، على اساس يعني انتوا مو على طول بتتخانقوا. لك ستي ايمينا من هالسيره. شو بدي اقول لك، كنت واقفه برا شفت نوراس معك، ليش ما قلت له يطلع؟ قال عنده دراسه كثير، مصمم هي السنه انه يتخرج. ايه مزبوط، هو لازم هيك يظبط احواله بقى. مزبوط، بس هي الدنيا مدري شلون صايره، فوضى وخبيصه،
لا وقت لا رفقات، الواحد ما عاد يقدر يأمن بحاله. بتعرف شو لما شفته لنورس اجى على بالي هيك نروح على شيء قهوة نقعد مثل أيام زمان. خدوني معكم. لك عن جد مناخدك، بس يعني قعدة شباب نحكي حكي ما بيهمكن انتو البنات. بس لهذا السبب ما بدك تاخدني ولا لأنه بتخاف من أبو حسان مثلا؟ يا ستي كل هدول سوا. أنا عن جد مستغربة، يعني أنت بتعرف أنه نورس طول عمره بيناتنا ما كان في هالكلفة. وأنا هذا اللي قهرني، أنه الدنيا هي هيك ولا نحن عملناها هيك. طيب شو رأيك تقوم تاخدني مشوار؟ يعني روح على شي مطرح. والله فكرة منيحة، قومي البسي. عن جد عم تحكي؟ لك طبعا عن جد، يعني هاي المصاري اللي عم نكسبها من شان شو؟ يلا دغري اضربني من نية وقول انك عم تصرف كل مدخراتك علي. لك لا من نية ولا بطيخ. فوتي فوتي البسي، واذا بدك قولي لامك كمان. يلا 10 دقايق بكون جاهزة. الو اهلين بابا. ولك وين انقلعت وين؟ لا بس كنت بدي اخذ ريما مشوار. ولك هلا بلا غلاصتك، لا تقدمك علي، ما دخلنا نحن لا بريما ولا بغير ريما، فهمت ولا؟ تعال. في واحد زبون بدك تروح تفرجي على البيت هذا اللي بسوق الكحالة. تحرك. ولك شو بدك بحسان؟ انا لما بحاكيك بتسمع مني بتجي لهون، فهمت؟ طوام تحرك. حاضر بابا مثل ما بدك. يلا يلا جاي انا هلا بجي. مع السلامة. يلا أبوك بتعرفي عادي خيرة بغيره. الله معك. زين افتح الباب عم نقول لك. والألم ما ودّع
خنقت أنفاسها بلكي الموت بيحضنها شدت عراسها هموم السنين مغطرة لما الشر منغرسه مثل الشجر ولما الخير منتفنه تحت الحجر ودار المحبة والوفا كله انكسر كله انكسر صراخ مين يسمعك صوتك محتار صرخاتك مالا من الألم هاي صرخات العالم